مساء الخير عليكم مشاهدينا، وين ما كنتوا تتابعونا وتشوفونا عبر شاشتكم شاشة دجلة. طبعا حلقتنا اليوم استثنائية وغير كل الحلقات، راح نبدي وياكم بهذه الحلقة مباشرة من الفيديوهات اللي وصلتنا للبرنامج. يمكنكم إرسال فيديوهاتكم التي تودون مشاركتها عبر برنامج دجلكم عبر التليجرام على الرقم التالي 00964750249149149. ونبدأ مشاهدينا بأول فيديو يعني اليوم من ديالة مع عبد الحافظ. طبعا عبد الحافظ شاطر بشغلة وعنده موهبة بشيء كلش غريب، ويمكن نسمع بيه لأول مرة، وهو ترجمة الوصفات الخاصة بالطبخ والأكل. يعني أكو وصفات وأكلات أجنبية يأخذها عبد الحافظ ويترجمها ويحكيها على طريقته بشيء بسيط وسهل. خلونا نتابع. مرحبا، شلونكم عيوني؟ أنا اسمي عبد الحافظ من محافظة ديالة، عندي محتوى وحاب أقدمه لكم. هواية هو ترجمة وصفات الطعام. تعال يا أخي. اكسسوارات الشعر تعتبر اكثر الامور اللي تخص زينه المراه اهميه، وخاصه بالحفلات والمناسبات. ساره حبت تشاركنا اليوم فيديو شوفنا شيء من شغلها وعملها بتصميم الاكسسوارات اللي تخص الشعر. خلونا نتابع. مرحبا، انا ساره من الاثير، عندي محتوى احب اقدمه لكم على قناه دجله الفضائيه ببرنامج دجلتكم. محتواي هو صنع اكسسوارات شعر للمناسبات للكبار وللصغار، واكسسوارات مثل الموبايل، ميداليات وأساور رجالية ونسائية والأطفال وكفيات أعراس. كل هذا أنا اللي أصنع مع أغلب التصميم أو حسب اختيار الزبون، وشاركت بهواية بزارات بأدبيل وبعين كاوة. إذا حبيت تزورني الصفحة على انستغرام موجودة. شكرا. إلى عالم الحلويات والعصائر الطبيعية، ليت سليفاني من دهوك شاب يصنع محتوى يخص الحلويات والعصائر اللي يسويهم، وبنفس الوقت يصور محتوى خاص به بشكل جدا عفوي وبسيط وبتليفونه الخاص. خلونا نشوف ليت.
السلام عليكم ورحمة الله، وياكم ليل من محافظة الهوك، مواليد 98، خريج معهد السياحة وفندقة، صار لي تقريبا 4 سنوات. بديت على السوشيال ميديا ولا متابع، بديت قنواتي فتحتهم 4 مجالات، انستغرام، يوتيوب، وفيسبوك وتيك توك. بلشت بيهم من الصفر، وشو صار عندي؟ صار عندي لسه ما شاء الله خير من الله وجودكم، ونكبر بيكم كلش. بديت شغلي بشي سهل، ميز، هذا مكان التصوير مالي، هذا مكان المونتاج مالي، فقط لا غير. وشنو اصور؟ اصور بتليفون صغير. وإلى السليمانية رح نتحدث عن نشروان وزوجته شلير اللي عندهم هواية بتربية الثعابين وبكافة أنواعها. طبعاً هالشي عندهم من زمان مو هسه، وسط استغراب الكثيرين، لكن نشروان وزوجته يشوفون الثعابين حالة حال أي حيوان أليف آخر. خلونا نتابع. السلام عليكم، أنا نشروان عبد الرحمن وزوجتي شلير سليم، نحن بالمحافظة السليمانية أزاي دوكان. نحن عنده ثعبان للزيت الحية للبرنامج سليب. اسمي شيروان عبد الرحمن، أسكن قضاء دوكان في محافظة السليمانية، أربي ثعابين مع زوجتي شلير منذ عدة أشهر، أنتج من جلودها الزيت المفيد للشعر وأسوقه للناس. نربي أكثر من 38 ثعبان غير سام، وهي من أصول عراقية. أطمح في المستقبل أن أنتج الكثير من زيت الحية وأسوقه إلى خارج العراق وباسم العراقي وكردستان. مشاهدين، مع انتهاء الموسم الأول لبرنامج دجلتكم، حبينا نستذكر احنا وياكم أجمل وأحلى وأهم مقاطع الفيديو والضيوف اللي كانوا ويانا خلال هالموسم، ونترككم مشاهدينا مع هذه المقاطع، وإن شاء الله نلتقيكم موسم جديد بعد رمضان. مع ألف سلامة. يمكنكم إرسال فيديوهاتكم التي تودون مشاركتها عبر برنامج دجلكم عبر تليجرام على الرقم التالي 0096475024129149. السلام عليكم يا أخوان. في الحقيقة أنا اسمي دلشاد شماني، ممثل كوميدي من محافظة دهوك. هذا الفيديو خاص لبرنامج دجلتكم، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. هذا إذا يكون واحد عنده جوا ايده فلوس يجي يحكي. دلشاد جماني، ممثل كوميدي شاب من محافظة دهوك، دخل مجال التمثيل الكوميدي في بدايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بشنو بيريو بس دير تحت كتب والله هم يسعك بهم ايش بيك انت تضحك علي. يمتلك روح مرحة وفكاهية. دلشاد يمتلك عدة شخصيات تمثيلية، منها العم خلف، شكي الفيري ابي خدا ايسال ما زرعتي مي قنجة، وفهيمة. هذا اشهر شخصية اللي اشتهرت بيها في اقليم كردستان العراق، اسمها فهيمة. اي والله الله يخليكم، انتظرونا مع شوية لا تروح عربية مالي هم زين. التي اشتهر بهم في إقليم كردستان. منذ سنوات مضت دخل عالم التمثيل وله مسلسلات عديدة تعرض على القنوات الكردية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم مصطفى نجم، وهذا الفيديو خاص البرنامج دجلتكم. واليوم حاب أعرفكم عليه بشكل بسيط وعلى الاستديو ماتي الصغير. كلش مهتم بالتكنولوجيا وكلش أحبها. بدايتي تقريبا من قبل 8 سنوات على يوتيوب وبعض المنصات الثانية من فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وفايبر كذلك. بإذن الله وبحمده مغطي أغلب المنصات المعروفة عالميا. خل أراويكم الاستديو الصغير مالتي اللي بعد فترة راح يصير كلش كبير. هذا شيء سري. طبعا سابقا كان عندي الاستديو كبير بحجم 7 أمتار، بس هسه مقتصر على 2.5 متر بمترتين ونص، وقريبا استديو كبير جدا ومفاجأة لكم. طبعا بشكل عام انا مهتم بهواي امور تقنية، مو بس الهواتف، ولكن المكان يحكم، ما اقدر اجرب كل شيء بحسب المساحة. فان شاء الله اكو شيء قادم كلش كبير جدا
راح يتوسع الموضوع بالكامل بإذن الله. وأنا مصطفى نجم وفي أمان الله. مرحبا، أنا الفنان محمد المسار، تابعوني على برنامج دجلتكم ويلا نغني. محتاج أطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا أذان الفجر يا محلى بغدادي. لقبوها بأم العراقيين، تحب العراق من شمالها لجنوبها، وهدفها تزرع المحبة بين كل الطوائف العراقية. أني مع السلام، مع المحبة، مع احترام المرأة. بساطتها وعفويتها والبسمة اللي ما تفارق وجهها خلتها قريبة كلش من الناس. حبيبي شلونك؟ أحلى فيديوهات تستمعين عليك، فيديوهات تشوفون حلوة محبة الناس والمقابل. ماما سعاد امرأة عراقية بنت بغداد، أم لثلاث أولاد أنس وفيروز ونور، وهي حالياً مقيمة في أمريكا. تصور يومياتها بشكل بسيط وحلو كوميدي، مرات تصور هي وتطبخ ومرات وهي وبالحديقة، وأغلب فيديوهاتها وهي ابنها أنس. ماما سعاد تزرع الحب والابتسامة بين الناس وين ما تروح، وهذا هو شعارها الدائم. فتحت قناتها على اليوتيوب بمساعدة ابنها أنس، طبعاً بالبداية كانت تطلع وياه على قناته هو واللي اسمها من داخل أمريكا، بس وراها بدأت تصور يومياتها حالها حال أي أم عراقية، وتنقل تجاربها والمفارقات اللي صارت وياها بعد ما انتقلت لأمريكا. كل الناس تحترمها وتقدرها وما تفرق بين أحد أبد، لأنه هدفها الأساسي هو إنسانيتها وزرعها بين الناس. هذا الفيديو خاص لبرنامج دجلتكم، قاعد نسعى على بناء مدينة متكاملة للأيتام والفقراء، وهذه أول مدينة بتاريخ العراق بعد ما كملنا 67 دار متفرقة ومجمع سكن 25 دار. اتجهنا على بناء مدينة متكاملة 100 دار، مساحة الدار الواحد 130 متر، إضافة إلى مدرسة ومركز صحي وروضة ومسجد وأسواق وورش صناعية وملعب كرة قدم لتشغيل اليد العامل وتشغيل الشباب وتوفير باب رزق لهم، وكذلك حديقة عامة لكبار السن، ومقسم على شوارع 12 متر و10 متر و8 متر. كل ما يحفظ كرامة الإنسان العراقي موجود. نتمنى من الناس تدعمنا، دعم هذه المدينة هو من المحسنين. مشروعنا انطلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام سيف عباس قطوف، ونجمع تبرعات من المحسنين من داخل وخارج العراق، والحمد لله وشكر وصلنا إلى نسبة إنجاز ما يقارب 70%، والدوائر وصلت تقريبا 80%. هذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى ودعم الناس. شكرا لكل من يدعم سيف ماديا معنويا، شكرا للإعلام اللي يدعم سيف ويدعم مشروع سيف، وإن شاء الله تكون عندنا تجربة ناجحة، وتكون عندنا هذه التجربة نستنسخها بكل محافظة عراقية وبكل زقاق وبكل إن شاء الله شارع تكون عندنا مجمعة سكنية. حلمنا أنه ما يبقى عراقي قاعد بدون سكن، ما يبقى عراقي قاعد بخيمة، ما يبقى عراقي قاعد بتقاطع. نسعى إحنا وياكم حتى نوفر أكثر عدد من المنازل للناس المحتاجة. ماكو واحد بالعراق إلا وسمع بمشروع الألف دينار، هذا المشروع البسيط اللي بدأ به شاب عراقي غيور، وحتى ما يكلف أحد وكل من على قد إمكانياته. مشروع هذا الشاب هو عبارة عن مدينة متكاملة للفقراء والأيتام. صاحب ومؤسس هذا المشروع أخذ عهد على نفسه وكرس كل وقته ومجهوده حتى يكمل بناء هذه المدينة وما يكون بيها أي نقص. اليوم احنا نحكي عن سيف عباس، احد ابطال الشرطة الاتحادية من محافظة بابل، واللي اطلق حملة انسانية وكانت بعنوان مشروع الالف دينار، وهاي الحملة كانت تهتم بالعوائل الفقيرة والمحتاجة والايتام. اطلق عباس مشروعه ببناء المدينة المتكاملة بسنة 2019، وبعدها اشترى قطعة ارض بسنة 2021، وبدأ أول شيء ببناء غرف متفرقة، وبعدها لاقت الحملة رواج وانتشرت، وما شاء الله كبر المشروع وبتبرعات من داخل وخارج العراق،
وصار سيف يفكر إنه يوسع مشروعه ويسوي مدينة متكاملة. والشي اللي خلاه إنه يسوي مدينة مو يبني بس غرف، لأنه بمحافظتنا أغلبها ما يهتمون بالدراسة وتحديداً بالريف، فقرر إنه يسوي خدمات متكاملة بنفس المكان. كان مشروعه يضم 25 بيت ومساحات 120 متر مربع مجهزة بكل شيء تحتاجه العائلة. يمكنكم إرسال فيديوهاتكم التي تودون مشاركتها عبر برنامج دجلكم عبر التليجرام على الرقم التالي 00964750249249149. زكريا خليل الربيعي من مدينة الموصل، نقدر نقول عليه موهبة خارقة. زكريا قدر يحصل على 180 شهادة من مختلف دول العالم، عنده طريقة غريبة عجيبة بالحساب والرياضيات. 19 منها 1 18 في 7، بحيث يقدر يحسب لك عمرك بالسنوات والأشهر والأسابيع والساعات وحتى هيك. موهبة المفروض كل العالم يلتفت إلها ويحتضنها، لكن مع الأسف زكريا لحد الآن ما لقى الاهتمام بمواهبه حتى يطورها أكثر وأكثر ويخدم بيها الناس. زكريا مو بس شاطر بحساب الأعمار والأرقام، وإنما شاطر أيضاً بالقرآن الكريم وحفظ أرقام الآيات القرآنية وين موجودة بأي جزء ورقم الصفحة الموجودة بيها الآيات بدون ولا غلطة. فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى. زكريا عنده مبدأ بحياته إنه ماكو شيء اسمه مستحيل، ويقول كلمة مستحيل إحنا نصنعها ولازم تنمحي من قاموس حياتنا، وأطلق بهذا الخصوص هاشتاج هو لا مستحيل في الحياة. الحلو إنه زكريا عنده طريقة جداً حلوة وبسيطة وعجيبة يساعد بيها الأطفال من خلالها على حفظ القرآن الكريم بكل سهولة وسرعة. هدفه الوحيد إنه ينشر الخير والمنفعة وتسهيل العلم للجميع. السلام عليكم، أنا أحمد وياكم أشتغل بمجال العقار. هذا الفيديو خاص لبرنامج دجلتكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو شاغل الناس. تعالوا ويانا على المشروع. طبعا اليوم الشاغل الناس هو حديث الزلزال اللي صار بسوريا وتركيا، والناس كلها تحكي على الاساسات، ونحن كمشروع الناس تطمئن المشروع صار بشيء ما صار بشيء. احنا خلينا نجي خطوه خطوه. الخطوه الاولى اللي تصير بتقريبا كل المشاريع اللي هو الاساس، تمام؟ هنا مثلا انت لو تتابعك نقطة جدا مهمة، وهي انه بعض عمارة بتركيا اللي بصفها ما صار بيها اي شيء، صار بيها بس تشققات، واللي بصفها وقعت. اكو شغلة جدا مهمة اخرى، انه الحكومة هنا ما راح تنطيك مثلا هاي العمارة 30 طابة، ما راح تنطيك الموافقة على شيء هو الارض اصلا، يعني ما تصلح انه انت تبني 10 طوابق. فهذا الشيء جدا مهم. غالب المشاريع يوجد فيها مهندس استشاري، تمام، من الحكومة يجلس ويراقب العمل يوميا، يعني هو يداوم معنا وهو مركز على كل شيء ويقدم تقارير مستمرة للجهات المعنية. تحت كل عمارة، هاي العمارة خاصة في هذا المشروع، يوجد 100 باير. طبعا الأخوة المهندسين هم عندهم معلومات أكثر عن هذا الموضوع. تحت كل عمارة يوجد 100 باير، كل باير رايح جوه الارض 21 متر. طبعا هنا اكو عده عوامل تساعد على ان البناء يكون عمره اطول. 1 نوع الصبه C35 C45 C55، هذا السي. ايش معنى السي؟ السي معناها انه هاي المواد المستخدمه بالدنقه شنو هي، تمام. الحصو ايش قد شنو هو نوعيته. الشغله الثانيه هو الحديد، مثل ما تشوفون تلاحظون الحديد هو اكو اكثر من حجم، فهاي العوامل كلها تساعد انه البناء يكون اكثر عمرا. ونرجع ونقول انه بعض الابنيه في تركيا ما وقعت نهائيا، صار بها فقط تشققات، وبعض الابنيه الاخرى وقعت 100%.
والناس صارت ضحايا. Louder, Daniel! I am a sinner! I am a sinner! I am sorry, Lord! I am sorry, Lord! السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحة؟ وياكم جوك. هذا الفيديو مقدم لبرنامج دجلتكم. بالبداية حاب أعرفكم على نفسي، لقبي جوك من العراق، وبس ما حاب أعطي تفاصيل ثانية عني. أني صانع محتوى تمثيلي، أقدم الفن بأنواعه، قدمت التمثيل والرسم والميكير السينمائي، ومصمم معرض أزياء، ومقلد أصوات، وكوسبلاير، وإلى آخره. عندي فد نصيحة أخيرة قبل لا أروح وأعرض عليكم فيديوهاتي. نصيحة للفنانين والمبدعين الموجودين بالعراق. خليك صبور، ما دام انه انت زرعت موهبتك اكيد يوم من الايام راح تكبر وتثمر، فخليك صبور. بديت بالمحتوى اللي اقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا من 2019 بامكانيات بسيطه جدا كممثل ورسام، وبعدها صرت اقدم اكثر من محتوى بس انجذبت اكثر للتمثيل. اكيد راح تسالون هسه انا وين وشنو هاللوحات اللي وراي، مثل لوحات اخويا هو رسام بالالوان الزيتيه. ولا زينك تخلف فيه؟ بدايه 2019 كان هدفي انه انا اكون ممثل على مستوى عالمي في ناحيه الافلام الاكشن والدراما والخيال والسحر، فلهذا السبب تشوفني انه انا اقدم فيديوهات غريبه شويه او فريده. Why? Because I gotta! Louder, Daniel! I am a sinner! I am a sinner! I am sorry, Lord! I am sorry, Lord! I want the blood! Want the blood? You have abandoned your child! I've abandoned my child. I will never backslide! I'll never backslide! I was lost, but now I am found! I was lost, but now I'm found! I have abandoned my child! مرحبا، أنا ريم عايزوك من سوريا، عمري 27 سنة، مقيمة بأربيل من حوالي سنة وشوي. عندي كذا هواية، من بيناتهم سواقة الدراجة. هلأ بغض النظر أنه معظم البنات في مجتمعاتنا اللي مثلا ممكن يسوقوا بايسكل أو إلى ما شابه ممكن يتعرضوا لنوع من نظرات الاستهجان، يعني بظل العادات والتقاليد يعني بتسود على مجتمعاتنا، ولكن هذا الشيء ما كان عائق بطريقه هي الهواية. السلام إضافة لهواية البايسكل، في عندي هواية هي مع الأسف ما قدرت أتفرغ لخلال حياتي نتيجة ظروف الحرب ونتيجة ظروف الانتقال إلى هون وإلى آخره، واللي هي الغناء. خلوني أسمعكم شيء. وهي عسول عسول، شو بدنا نغني له؟ شو بدنا نغني له؟ يا فجر المطة، يلا. يا فجر لما طل ملون بلون الفل، يا فجري لما طل ملون بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قابل الكل، محبوبي قابل الكل، في الحي لما تدور بيدك مشاعر نور، في
حي لما تدور بيدك مشاعل نور منزل حبيبي زور يا فجر لما طل صحي عيون الناس محبوبي قابل الكل محبوبي قابل الكل. إضافة لكل هاد في عندي هواية أساسية واللي هي شغفي كانت بالحياة ولا زالت، وهي بشكل أو بآخر تحولت لمهنة واللي هي التصوير. خليني أرجيكم شيء من تصويري. يلا هذا كان كل شيء، وبتمنى اني شارككم تفاصيل اكثر بدجلتكم بالفترات الجايه. شكرا كثير لكم، باي باي. دي نروح بقى للاغنيه، لان انا كنت سامعه ان انت هتعملي اغنيه. ايوه. واسمها ايه القصه؟ هواي شباب اليوم انشهروا وصاروا عندهم ملايين المتابعات على تيك توك، لكن مو الكل يقدم محتوى حلو ويقدر يجذب انتباهك له، بس زي الدخه قدر يخلينا نتابعه غصبا علينا، وقدر يزرع الضحكة على وجوه نص العراقيين، لأنه تميز بعفويته وبساطته وتعابير وجهه اللي عنده احترافية بتغييره ويدبلجة الصوت اللي يحكيها بالفيديوهات اللي يقدمها. زيد قدر بفترة بسيطة انه يكون عنده آلاف المتابعين. كانت بدايته على السوشيال ميديا على تيك توك اول ما طلع عام 2018، بس هسه ايضا صار عنده محتوى على الانستغرام والى متابعينه. اكثر كلمة يرددها بيومه ومعروف كلش بيها هاي الصدق تحكي، ويعتبر حاليا الاكثر تداولا في العراق. زيد انعرف بشطارته بالتمثيل والكوميديا والتقليد من هو وصغير، يعني تقريبا من عمر 13 سنة كان يقلد أصدقائه وقرايبه، وبقت وياه هاي الموهبة لحد ما كبر. ومن طلع على تيك توك حس انه هذه فرصته حتى يبرز موهبته للناس وللعالم. وللمعلومة زيد دارس إدارة أعمال، يعني مجال عمله ودراسته ما لها علاقة أبدا بالمحتوى اللي قدمه على السوشيال ميديا. لا 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 ابوي، ترى والله انا بس استفز عليك. وين عايش؟ الو. السوشيال ميديا هي عالم حلو، عالم لطيف. مختار طالب شاب عراقي يصنع محتوى على السوشيال ميديا بطريقة كلش حلوة، وما شاء الله بدأ بهالشي مو هسه، لا صار 7 سنوات تقريبا، ويتابع اليوم أكثر من 1,000,000 متابع. يركز مختار بالمحتوى اللي يقدمه على المشاكل الاجتماعية والمفاهيم الغلط المنتشرة والموجودة بمجتمعنا، ويقدمها للناس مخبوطة بمحتوى ساخر كوميدي ترفيهي. يريد مختار طالب من خلال محتوى التأثير بالناس والتغيير بسلوكيات المجتمع العراقي. كمل مختار طالب شهادة البكالوريوس والماجستير، وتخصص وتعمق كلش بالأدب الإنجليزي حتى ياخذ منها طريقة كتابة الأعمال الأدبية وقصص روايات ويترجمها بطريقته الخاصة إلى محتوى حلو بالإعلام. مساء الخير، وياكم دكتور صميم طبيب بيطري جراح اختصاص. حبيت اشارككم يوميات الجميله ونحيي دجلتكم. اليوم عندنا بنيتنا الحلوه الجميله بايثون، عمرها 4 سنوات تقريبا، وزنها 60 كيلو، وخوش بنيه احنا مربيها. طولها 4 مترات، تعتبر من اطول الاقاعي بالعراق، 4 مترات ونص تقريبا. شوفوا هاي تكملتها برا المحل. عندي ابني هذا الحلو، تعال بابا، تعال تعال بابي، هلو بابي. هذا ابني الجميل، تعال يلا سلم على عمو، سلم على العالم، هلو بابا. هذا عالمي. كان الجراحة نسوي عمليات كل أنواعها، وهذا أحد أطفالي
هلو بابا، يو 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 يو، نروح لكم على مكان القطط وبكل أنواعها، أكيد نعتني بالراحة والنظافة بالدرجة الأساس. هاي هنا مكان الولادات اللي عندها مشاكل بالرمل أو فتشي، هنا أنا هم نعلمهم أنواع هواية هواية. صور لكم عود واحدة واحدة. هلو ميو بابا، هلو. وي 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 وي، لكين كالون. وي فتين كالون انتو. لك 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 لك، هذول مش عودين مالتي. الله 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 يبشرك بالخير. هي تمام استاذ. صار خمس دقائق ما يصير اقعد يجي جراح. نعم يا اختي. شو صار؟ خطيه على حلقه الحقيقه، طلعت الناس على حقيقتها. ما هلا تيست 1 2 3. مساء الخير، مساء النور. ونبدأ مشاهدينا بأول فيديو يعني اليوم من ديالة مع شنو؟ مثل صليدي. أي هسا أوكي. هسا إيش سعيد الله؟ والله فرحتوني، الله يفرحكم. بكرة تندم يا جميل. أحس ما أخذ الراتب بلا شغل. ومشاهدينا مع انتهاء الموسم الأول لبرنامج دجلتكم، حبينا نستذكر إحنا وياكم أجمل وأحلى وأحلى. ها؟ قدرت؟ طيب برنامج سريع عافية. باك باك باك. خلاص كافي؟ لا؟ انتوا تريدون شيء؟